صباح الفل عليكم. شايفين كل الدلع ده؟ شايفين كل سندوتشات الجمبري دي؟ بص السندوتشات مليانه ازاي، 12 سندوتش كل ده بنص كيلو جمبري. ودلوقتي بقى هقول لك السر اللي مفيش مطعم هيقول لك عليه. بص برضو البلد يوكل برضو، بسم الله. يلا بقى اوريك احلى سندوتشات جمبري. اول حاجه هنعملها هنجيب الجمبري البلدي ونقشره ونغسله كويس وهنقسمه على طبقين، لان انا بصراحه النهارده ناوي اعمله بطريقتين. طريقه اللي هي البلدي بتاعتنا بتاعت عم ابو اسكندر اللي هو ايه الشغل اللي على قديمه، وطريقه تانية ايه خواجاتي شويه، دي هنسميها الخواجه خريستو. طريقه الخواجه خريستو هنحط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وبس كده، لان الخواجه ما بيحبش التوابل الكتير، ونقلبهم ونسيبهم على جنب. دلوقتي بقى هنجيب الجمبري بتاع عم ابو اسكندر والبلدي يوكل والتتبيله البلدي بتاعتنا العادي، توم بليمون بكزبره بكمون بشويه شطه، نديها برده ايه شويه ليمون كده ونقلب كويس ونسيب ايه عمك ابو اسكندر يرتاح. وخلي بالكم يا جماعه الجمبري مش زي الفراخ واللحمه ما بياخدش تتبيله كتير، يا دوبك تقعدوا في التتبيله 5 دقائق بالظبط، وبعد كده هتاخده هتروح منزله في الدقيق. وهقول لكم على سر خطير، اول ما تنزله في الدقيق كده تقعد تعفره. ودلوقتي بقى هقول لك السر اللي مفيش مطعم هيقول لك عليه. السر كله انك بعد بقى ما تعفره كويس تكبسه في الدقيق كده وتسيبه على الاقل 5 دقايق ودقيق. وعقبال بقى ما نسيب الجمبري يتكبس في الدقيق هنجهز الصوص بتاع الخواجه خريستو. هنعمل ايه؟ هنجيب بوله نحط فيها معلقه عسل وشويه مايونيز وشويه سيراتشا، وقلب قلب قلب قلب، وهنقلبه ونسيبه على جنب ونبتدي نقلي الجمبري بتاع ابو اسكندر. يلا بينا. بص بقى السر في الاليه انك انت تعلي النار على الاخر، تخلي الزيت سخن نار، والجمبري تاخده شويه بشويه ما تحطش كله على بعض عشان ما ينزلش درجه حراره الزيت، تنفضه كده اهو دوبك اقل من دقيقتين لونه بس يتغير، ده الجمبري ده ما فيهوش لونه بس يتغير تطلعه على طول. رشه الكزبره بتاعتنا بقى الحلوه، كزبره ناشفه تدي ريحه تحفه. بص بقى الجمال، بص برضو البلد يوكل برضو، ده ابو اسكندر. شايف ايه يا جماعه؟ كل ده ربع كيلو، تخيل. بص شوف بقى يعمل كام سندوتش ده. دلوقتي بقى نركن ده ونخش على الخواجه خريستو. الخواجه بقى خريستو هنعمل له ايه؟ عاملين له عجينه تمبوره كنت وريتها لكم قبل كده، بس عاملينها خفيفه شويه، ودي عباره عن ميه وبيضه وشويه دقيق بس انا عاملها خفيفه اصلا، وشويه دقيق بس، ده بقى دقيق عليه نشا وملح وفلفل وبابريكا مدخنه، التاني كان دقيق بس. جيب الجمبري اللي تبلناه بملح وفلفل وناخده كده من التمبوره وننزله في الخليط بتاعه، وهو منعكش كده ما ننفضوش جامد، ده بقى عايزينه زي ما هو كده، وننزله في نار عاليه برده لمده دقيقه. ويلا نشوف هو بقى الخواجه خريستو. بص بقى بيبقى ايه كله قرمشه عشان عملناه بالتمبوره، بس ايه انا كنت عامله تمبوره خفيفه عشان برده ايه ما تبقاش يعني كتل يعني. في الصوص بتاعه تقوم ايه، بص الجمال. يلا بينا بقى نجهز السندوتشات نشوف مين يكسب، ابو اسكندر ولا الخواجه خريستو. خشبتنا الحلوه، نبتدي بقى ايه نعمل سندوتش ابو اسكندر. ابو اسكندر انتوا عارفين ايه، نبي عربي، ممكن تعمل واحد كده اهو، ممكن واحد فيه شويه جرجير، شكل بقى يا باشا. خلي بالك كل اللي هعمله ده بنص كيلو جمبري. ادي خلصنا ابو اسكندر، نخش مع الخواجه خريستو. خواجه خريستو فرفور، عايز ايه العيش الفينو ده، ايه زي دايناميت شريمب كده، بس ايه ده بقى ايه الدايناميت شريمب بتاع الغلابه. واحد نحط فيه شويه خس مبشور نملاه وخليك كريم. يلا بينا بقى نبتدي، بسم الله. نبتدي طبعا ايه بالبلدي، انا مصري وابويا مصري. بسم الله. تحس كده ان انت رحت عند القلعه في بحري. شويه بقى ايه طحينه، جرجير، ايه الجمال ده، نجرب برضه ابو جرجير. بسم الله. خطير بالجرجير. تحفة.
عصرة ليمون بقى، جمبري بلدي بلدي حتى لو صغير بلدي. خش بقى الخواجة خريستو واللغوصة. بص بقى الخواجة ده شغل خواجات مطلوب برضو. طلعت من بحري رحت على فين؟ على لاس فيجاس. شايفين كل ده بنص كيلو؟ لا ده في كمان باقي اهو، ما لقيناش مكان. تاخد من الصوص ده بقى كده تحط كده وتديله. ايه الجمال ده؟ لازم تجربوها. باي باي.